السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. معكم شيماء من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجبنة الكريمي بمقادير سهلة جدا ومقادير اقتصادية، أو إن احنا هنحول الجبنة القريش لجبنة كريمي. دايما معظمنا أو أولادنا منعرفش نأكلهم أبدا الجبنة القريش مع إنها صحية، بإضافات بسيطة جدا وإضافات من البيت هنخليهم يحبوها ويعشقوها. هنشوف المقادير مع بعض. أنا معايا نص كيلو من الجبنة القريش او الجبنه الفلاحي، دي كده اربع قطع كده نص كيلو، ومعايا نص كوبايه من الحليب او اللبن سايب، وهاخد مقدار ربع كوبايه من الزيت. الزيت ده هربط بيه في الاخر عشان يتقل القوام. ومعايا 3 معالق كبيره من الحليب المجفف اللي هو اللبن البودره. وانا هنا عشان اعلي التست هضيف قطعتين من الجبنه المثلثات. ما عندكيش جبنه مثلثات المكون ده مش اساسي، بس انا هضيفه عشان اعلي التست او اخلي الطعم يكون جميل معايا. انا جبت هنا عندي الخلاط هنزل بيه الجبنه، بس احاول بس كده اقطع فيها باي معلقه. طبعا الجبنه القريش دي فيها فوائد جامده، وطبعا كلها البان. دايما بنحب الحاجات بقى من السوبر ماركت والجبن اللي تيجي بقى منضاف عليها حاجات، فاحنا بحاجات بسيطه بس هنخليهم ياكلوها باذن الله. بسم الله. وهنزل باللبن البودره والجبنه المثلثات، وهنزل باللبن السايل، وهخلط بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده قوامها نعمت وبقت جميله جدا. اخر حاجه بقى هضيف الزيت. انا هاخد مقدار ربع كوبايه بس، حاجه بسيطه عشان برده ما نخليهاش دسمه. بنزل مقدار ربع كوبايه سرسوب من فتحه الخلاط وشغال. بسم الله. انا عارفه مقدار ربع كوبايه، انت مش عارفه بقى عيريها في كوبايه وبعد كده فضيها. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين القوام والنعومه، شايفين القوام هو نازل، كمان لما بنحطها في التلاجة تتقل شوية عن كده. شايفين الكمية، مدار نص كيلو. طبعا انتوا بتشتروا عارفين الجبنة الكريمي سعرها كام. دي بقى في السندوتشات للفطار للأولاد هيحبوها جدا. والله يا جماعة بجد عملت برطمان امبارح، عملت برطمان وفضيته في برطمان كده، قلت عشان هو يقعد في التلاجة بالهنا والشفا، والله خلص في يومها. طبعا انتوا مش هتقولوا للأولاد بقى احنا عملنا ايه ولا سوينا ايه، انت عاملهم جبنه في البيت وفضيها بقى في برطمان. لو عندك برطمان بقى الجبنه الكريمي فاضي تقومي مفضيه فيه، مش هيميزوها خالص عن الجاهزه. وانا بقى هغطيها وفي علبه الثلاجه كده احفظها في الثلاجه واحط منها ساعه الاستخدام. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.